الله أكبر يا أخي، أنا أريد أن أتحدث معك في أمر. يعني نتفكر في 5 أو 10 دقائق في تدبر القرآن الكريم، هل لديك وقت؟ تفضل، أنا في الاستماع. يعني أنا أريد أن أتدبر في هذا الوقت المناسب عن سورة الفيل. هذا سورة صغيرة، ونحن نقرأ آية فآية ونتدبر منها، يعني أنت تتدبر وأنا أتدبر، ثم نحن نبين ماذا وجدنا من هذه الآية. حسن يا أخي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذه آية واحدة. نعم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فتتفكر، هل تجد فيه أي أمر نافع؟ نعم، فهمت قصدك. تفكر وتدبر. فالقرآن كله يعني يعني كنوزه لا تفنى، نعم، وأنت قصدي؟ عجائب القرآن لا تنقضي، عجائب القرآن كما جاء في نعم، الحديث. كنوزه لا تفنى يعني، نعم، يعني حتى مع مرور الزمان ومع تعاقب الأجيال، وكل جيل قد يعني يعني قد يتدبره ويعني ربما يكتشف فيه أشياء، ومع ذلك فتبقى كنوزه يعني لا تفنى، ولا يعني وعجائبه لا تنقضي كما ذكرت. نعم. بخصوص الآية التي سردت، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أجد فيها ربما، يعني أنا لم أتدبر بشكل كبير، طبعا مسألة التدبر تحتاج وقتا. أنا أيضا يا أخي لا أستطيع أن أتدبر بشكل حسن، ولكني أسعى، وأنا أسعى معك، يعني هذا للممارسة في تدبر القرآن الكريم، كي يتسع فهمت قصدك، أنا كنت أريد فكرنا. فقط الإشارة إلى نقطة معينة، نعم يا ألا أخي، وهي أن مسألة التدبر تحتاج وقتا، نعم يعني قد يعني تمضي وقتا لا بأس به وأنت نعم تتدبر في الآية. نعم يعني لو جئتني بآية وقلت لي مثلا ماذا يبان لك من الآية، نعم فقد يكون الوقت الذي منحتني غير كافي نعم حتى أتدبر الآية، لكن لا بأس، أنا سأتشارك معك، سنحاول أن نتدبر بعجالة نعم يا أخي، يعني، ونرى إن استطعنا أن نصعد بشيء من الفائدة يعني من خلال ذلك التدبر. فمثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فهنا يعني يتصور القارئ أن الخطاب يعني موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله يعني عليه وسلم. ويخاطبه الله عز وجل قائلا ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهو إذا تأملت في هذه العبارة تجد فيها نوعا من المواساة، نعم، يعني وكأنه يواسيه. يعني كل قارئ يشعر بهذه، وإن كان الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس الأمر كذلك؟ فهمت قصدك يعني، ربما الخطاب يكون يعني موجها لعامة الناس، نعم وفيه يعني مواساة لعامة الناس أيضا، نعم فمن يقرأه يعني يقرأه الشخص فيعني يواسيه في الأمر، لأنه كأن الله يخاطب قائلا
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني هو يحس كأن الله يخاطبه مباشرة. نعم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل هل فيه أمر آخر؟ يعني تدبر آخر؟ هذا شيء أكيد، يعني فيه تدبرات قد لا تفنى يعني، وقد لا يعني يستطاع. يعني أنا أسأل، هل سيبان لنا؟ نعم. يعني السؤال هنا، هل ستبان لنا أم لا؟ هذا هو السؤال. نعم يا أخي. يعني في بين الأشياء الأخرى مثلا، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يعني فهنا الآية تحمل يعني نمطين من الخطاب، يعني يأتي خطاب دون نمط مواساتي، يعني يتميز بطابع المواساة، وفي نفس الوقت تجد في الآية نوعا من العزة، عزة الله عز وجل، يعني لأنه الله عز وجل يتكلم عن نفسه قائلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يعني وقارئ هذه الآية يعني يستشف منها عظمة الله عز وجل وقدرته وعزته، يعني لأنه سبحانه وتعالى ذو بطش، إن ربك ذو بطش شديد، يعني نعم، فيبان فيها يعني عزة الله عز وجل. فيها كلمة ربك، يعني هذه تشريف، يعني فيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ألم ترى كيف فعل ربك، يعني يجعل هذا فيه نوع من القرب، يعني يجعله قريبا، هو صاحب العزة في هذه الآية هو ربك. فهمت قصدي؟ نعم فهمت يا أخي. ويبان لي أن الله تعالى لم يقل كيف فعل الله بأصحاب الفيل، بل قال كيف فعل ربك. فعل ربك يعني هنا إضافة، إضافة لفظ الرب إلى ضمير الخطاب ربك، وفيه إيماء إلى أن الذي رباك هو ذو قوة شديد. فإن تعلق عبد بالله تعالى فليس له خوف وليس له حزن، يعني يفعل الله ما يشاء. فمن يتعلق بالله ويربط نفسه بالله فلا خوف عليه ولا هو يحزن. فهمت قصدي؟ فهمت طبعا. نعم. وهذا من إفادة استخدام لفظ الرب إلى ضمير الخطاب، فعل ربك. نعم. سبحان الله، من هذه الآية الصغيرة اكتشف لنا أمور كثيرة. سبحان الله. طبعا حقا يا أخي، أنا تدبرت في حياتي في مرارا في سورة الفيل، حتى أنا في يوم من الأيام أنا كتبت أيضا ماذا تعلمت من هذه السورة، فقرأت في القرطاس 7 أو 8 أمور، ولكني ما وجدت مثل ما وجدت في هذه اللحظة المباركة في مناقشتنا وفي تدبرنا في هذا الوقت. سبحان الله، يعني ذهني لم يذهب إلى هذه النقطة، يعني إضافة الرب، إضافة لفظ الرب إلى ضمير الخطاب، وماذا يستفاد منه، وماذا قلت بلفظ ألم ترى، يعني فيه إيماء للمؤاسة للخطاب.
للمخاطب. نعم. نعم. فمسألة الفعل ألم ترى ألم ترى، نعم. يعني من ذات مرة سمعت الدكتور السامرائي، السامرائي، نعم أنا سمعته مرارا. نعم، كان يعني يشرح كلمة ترى في القرآن، فقال عنها أن يعني تفيد معنى ألم تعلم، ألم ألم تعلم يأتيك، ألم يأتيك نبأ، نبأ. نعم، ألم تعلم كيف فعل وفي ربك بأصحاب وفي الفيل. بعض الآيات يدل هذا هذه تدل هذه الكلمة على معنى أخبرني، أليس معنى كذلك؟ ماذا؟ أخبرني أخبرني. نعم، هي أيضا تستخدم في اللغة العربية، نعم فتقول يعني مخاطبا ماذا ترى في الأمر؟ ماذا يعني ما ترى؟ هو رأيك؟ ما هي حتى رأيك؟ كلمة رأي، رأي فعل، الفعل مأخوذة منه كلمة رأي، هو نعم رأى، رأى، يرى، فهو راء وله رأي، نعم يعني فهمت؟ رأى يرى من الرأي. نعم، من الرأي ويعني من العلم، ما هل نعم لك رأي في يعني الأمر؟ وهذا رأي بالقلب، لا رأي بالعين. الرؤية بالعين والرأي بالقلب، أليس كذلك؟ يجب الرجوع إلى المعنى الأصلي للكلمة، فربما يعني الكلمة معناها الأصلي ربما لا يرتبط مباشرة بمسألة النظر بالعين، فهناك يعني ربما نحن يعني أنا أقصد باستخدام يا أخي، خارج أصبح. أنا أقصد أن هذه الكلمة إذا اشتقت من الرؤية فالمعنى النظر بالعين، يعني الرؤية بالعين. وإذا اشتقت من كلمة الرأي، رأى يرى رأيا، فالمعنى الرأي بالقلب. لا لا، أنا صراحة لا أعلم، لكن أقول حتى رؤية هي مشتقة من رأي أيضا، يعني فعل مثلا هو يعني الجذر مصدره، الكلمة يعني هو رأي، مصدره يعني يعني قد هنا أستطيع مثلا أن أسألك ما هي رؤيتك في الأمر، ما هي رؤيتك في الأمر؟ هذا وما هو استخدام رأيك؟ صحيح في اللغة نعم العربية، صحيح، طبعا صحيح، نعم. تقول أن مثلا ولكننا وجدنا المجلس، مثلا في مجلس المستشارين له رؤية معينة، يعني هي في اختلاف ما بين كلمة رؤية ورأي، هي الرؤية ربما تكون يعني أعمق، لا أدري، رؤية يعني ما تراه في الأمر، وهناك تقارب كبير بين الرؤية والرأي يعني. ف ولكني سمعت في درس أحد الأساتذة أن بينهما فرق، يعني الرؤية هو رؤية بالعين، والرأي من ال هو رأي بالقلب، رؤية بالقلب والرؤية بالعين. سأحقق صراحة سأحقق في يعني يجب البحث، هذه الأشياء تحتاج نعم نعم إلى بحث. أنا سأحقق وأبحث عن هذه الكلمة إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم، هنا يعني ألم ترى، يعني ربما ألم تعلم، ألم تعلم، ألم تعلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقد لم يكن حاضرا يعني حين يعني واقعة الفيل يعني، نعم، لأنه وحتى يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، فهنا استخدم الفعل أيضا، يعني وقوم عاد عاشوا قبل يعني قبل البعثة. يعني هذه الواقعة وقعت قبل 40 يوما من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، واقعة الفيل. عليه الصلاة والسلام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يعني يا أخي هذا اليوم فقط، هنا أريد الإشارة إلى معنى يعني تجلى لي للتو، ألا وهو عندما تعبر قائلا ماذا فعل ربك
عندما تقول ماذا فعل ربك بي أصحاب الفيل، فهنا يكون مثلا أنت عندما تقول فعل شخص بالشخص فعلة معينة، يعني يستشف منها أن الفاعل يعني يمتلك زمام الأمر، فهمت؟ نعم فهمت. يعني فعل به شيئا معينا، يعني وكأن المفعول به لا حول له ولا قوة، ولا أقول يعني والفاعل هنا يمتلك زمام كل الأمر. يعني فالتعبير بهذا الشكل يبين مرة أخرى جبروت الله عز وجل وقدرته وملكه، نعم فلأنه في وسلطانه ملكه، يعني هو يفعل بخلقه ما يشاء. ما يشاء. نعم، يعني وذكرت في آيات أخرى أنه يفعل ما يشاء، والله يفعل ما يشاء. يعني فعبارة يعني ألم تر كيف فعل بهم ربك، ألم تر كيف فعل بهم، وكأنهم لا يملكون من وهم لا يملكون من الأمر شيء. يعني كل شيء في يد الله وهو يفعل نعم ما يشاء فعال نعم لما يريد. يعني من هذه الآية الصغيرة لو تمعنا فيها إلى الصباح لا لم يعني لوجدنا حكما وإشارات لا تنقضي، يعني فالقرآن لا تنقضي عجائبه. يعني فآية واحدة ممكن تتمعن فيها العمر كله. نعم، والأمر العجيب تجلت لنا في هذه اللحظة القليلة، في هذه اللحظة القصيرة، قصيرة. قصيرة أمور كثيرة من تدبر هذه الآيات القصيرة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إن شاء الله يا أخي نحن نتدبر آية أخرى في يوم آخر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله على الرحب والسعة. قد انتصف الليل وقد حان الوقت للذهاب إلى الفراش للنوم. حسنا، نتمنى لك نوما هنيئا وأنا أتمنى لك أيضا، وأتمنى لك التوفيق، وتشرفت بلقائك بعد أيام كثير يا أخي. هذا إحساس متبادل. نشكرك على هذه المجاملة. ليلة وأنا سعيدة، إلى اللقاء. إن شاء الله إلى اللقاء. مع السلامة يا أخي، السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله.